بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب، هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة إذا كانت الشرائح ظاهرة على الشاشة. هل الشرائح ظاهرة؟ نعم. إذا سوف نتحدث في هذا اللقاء الحي إن شاء الله عن اشتقاق منحنى الطلب من منحنيات السواء وخطوط الدخل باستخدام طريقة المنفعة الترتيبية، ثم نتحدث عن منحنى الاستهلاك السعري ومنحنى الاستهلاك الدخلي ومنحنى طلب السوق، ثم ننتقل بعد ذلك إلى نظرية الإنتاج. نبدأ الآن في اشتقاق منحنى الطلب من منحنيات السواء وخطوط الدخل باستخدام طريقة المنفعة الترتيبية. نلاحظ في الشكل الموجود في أعلى الشريحة أنه خط الدخل ممكن أن ينتقل إلى اليمين أو إلى اليسار. ينتقل إلى اليمين في حالة انخفاض سعر السلعة X، وينتقل إلى اليسار في حالة ارتفاع سعر السلعة X، لأن احنا ذكرنا في السابق أن هناك علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة. فإذا ارتفع سعر السلعة تقل الكمية، فينتقل منحنى أو فينتقل خط الدخل إلى اليسار. وإذا انخفض سعر السلعة X تزيد كمية السلعة X، فينتقل خط الدخل إلى اليمين. إذا لاحظوا هذا عند النقطة 8 هو خط الدخل الأساسي أو الأصلي. فإذا ارتفع السعر السلعة X ينتقل خط الدخل إلى اليسار عند النقطة الكمية 6. وإذا انخفض سعر السلعة X ينتقل خط الدخل إلى اليمين إلى النقطة 10. فانتقال خط الدخل إلى اليسار أو إلى اليمين يؤدي إلى الحصول على نقطة توازن جديدة. لاحظوا أن نقطة التوازن الأصلية هذه هي نقطة التوازن الأصلية. فإذا انخفض سعر السلعة ينتقل خط الدخل إلى اليمين، فيصبح عندنا نقطة توازن جديدة هي النقطة G. وإذا ارتفع سعر السلعة X ينتقل خط الدخل إلى اليسار، فيصبح عندنا نقطة توازن جديدة هي النقطة E. إذا ماذا نستنتج؟ أنه عندما يرتفع سعر السلعة أو ينخفض سعر السلعة مع بقاء الدخل ثابت نحصل على نقاط توازن جديدة للمستهلك عند الأسعار المختلفة. إذا بننزل نقاط التوازن إلى الشكل رقم 2، لاحظوا هنا نقطة التوازن E عند السعر 400، نقطة التوازن E عند السعر 400، ونقطة التوازن F عند السعر 300، ونقطة التوازن جي عند السعر 240. فإذا وصلنا بين نقاط التوازن الثلاثة نحصل على ما يسمى بمنحنى الطلب. إذا منحنى الطلب يمثل نقاط توازن المستهلك عند المختلف الأسعار. إذا ماذا كمان مرة، خلينا نعيد الشكل مرة أخرى. إذا بارتفع سعر السلعة أو بنخفض سعرها بصبح عندنا نقاط توازن جديدة. إذا بننزل نقاط التوازن إلى الشكل بالأسفل، كل نقطة توازن عند سعرها، يعني نقطة توازن E عند سعرها 400، ونقطة توازن F عند سعرها 300، ونقطة توازن G عند سعر 240. إذا بنوصل بين نقاط التوازن نحصل على منحنى الطلب. إذا النقاط اللي موجودة على منحنى الطلب هي عبارة عن نقاط توازن المستهلك عند مختلف الأسعار. ننتقل الآن إلى ما يسمى بمنحنى الاستهلاك السعري
ويرمز له بالرمز PCC Price Consumption Care. طب ما هو تعريف منحنى الاستهلاك السعري؟ لاحظوا قبل ما نعرفه هنا عندنا ثلاث نقاط توازن، صح؟ عندنا ثلاث نقاط توازن، إذا بنوصل بين الثلاث نقاط توازن نحصل على ما يسمى بمنحنى الاستهلاك السعري. لاحظوا هنا انتقال خط الدخل إلى اليمين أو إلى اليسار، انتقال خط الدخل إلى اليمين أو إلى اليسار هو بسبب تغير سعر السلعة X، فبالتالي بنسمي المنحنى هو منحنى الاستهلاك السعري. إذا ما هو تعريف منحنى الاستهلاك السعري؟ هو المنحنى الذي يربط بين التوليفات التوازنية من مختلفة من السلعتين X و X و Y، والتي يختارها المستهلك عندما يتغير ماذا؟ عندما يتغير سعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابت. إذا منحنى الاستهلاك السعري هو نتيجة تغير السعر مع بقاء الدخل ثابت. من اسمه السعري يعني نتيجة تغير سعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابت. ننتقل الآن إلى منحنى الاستهلاك الداخلي ICC Income Consumption Curve. هنا نلاحظ أن تغير خطوط الدخل بسبب تغير الدخل، كيف عرفنا؟ لاحظوا أن هنا خطوط الدخل انتقلت بشكل متوازي، بينما في حالة تغير السعر بنطلقوا من نقطة واحدة عند Y وبتغيروا عند X، بينما عندما يتغير الدخل بيكون انتقال خط الدخل بشكل متوازي. طيب النقاط اللي إذا وصلنا نقاط التوازن نحصل على ما يسمى بمنحنى الاستهلاك الداخلي نتيجة تغير الدخل. إذا ما هو تعريف منحنى الاستهلاك الداخلي؟ هو عبارة عن المنحنى الذي يربط بين التوليفات التوازنية المختلفة من السلعتين X و Y والتي يختارها المستهلك عند تغير ماذا؟ عند تغير الدخل مع ثبات أسعار السلع. إذا ما هو الفرق بين منحنى الاستهلاك السعري ومنحنى الاستهلاك الداخلي؟ منحنى الاستهلاك السعري من اسمه سعري، معناه عندما يتغير السعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابت، بينما منحنى الاستهلاك الداخلي عندما يتغير الدخل مع بقاء أسعار السلع ثابتة، عكس بعض. السعري عندما يتغير السعر مع بقاء الدخل ثابت، الداخلي عندما يتغير الدخل مع ثبات أسعار السلع. ننتقل الآن إلى منحنى طلب السوق، ويسمى أيضا منحنى الطلب الإجمالي على السلعة. ما دام الأفراد يختلفون في أذواقهم وأيضا يختلفون في دخولهم، فلا بد أن تختلف الكميات التي يطلبها أي منهم عند كل سعر. يعني ما دام أفراد المجتمع يختلفون في أذواقهم وأيضا يختلفون في دخولهم، معنى ذلك أن الكميات التي يشترونها تختلف لكل فرد عن الفرد الآخر عند كل سعر من أسعار السلع. بمعنى آخر أنه سيكون لكل مستهلك جدول طلب ومنحنى طلب خاص به يعبر عن تفضيلاته وعن دخله المتوفر لديه. إذا بنجمع تجميع أفقي منحنيات الطلب لكل منهم، أي لكل من أفراد المجتمع، نحصل على ما يسمى بمنحنى طلب السوق. خلينا نوضح بالشكل البياني الموجود أسفل الشريحة. نفترض أن منحنى الطلب الأول D1 هو منحنى طلب المستهلك سعيد، ومنحنى الطلب الثاني D2 هو منحنى طلب المستهلك هند، ومنحنى الطلب الثالث D3 هو منحنى طلب المستهلك جاسم عند كل سعر من أسعار السلعة. هناك سعرين للسلعة، السعر 300 والسعر 400، يعني السلعة لها سعرين، السعر 300 والسعر 400. الآن عند السعر 300، ركزوا معي، عند السعر 300 كم يشتري سعيد؟ 4. عند السعر 300 كم يشتري سعيد؟ 4. كم تشتري هند عند السعر 300؟ 6. كم يشتري جاسم عند السعر 300؟ 8. إذا بنجمع الكميات اللي بيشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 300
نحصل على مجموع الكميات. يعني إذا بنجمع تجميع أفقي أربعة الكمية التي يشتريها سعر سعيد زائد ستة الكمية التي تشتريها هند عند السعر 300 زائد ثمانية الكمية التي يشتريها جاسم عند السعر 300 بطلع الجواب عندنا 18. إذا مجموع الكميات التي يشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 300 هي 18. ننتقل الآن إلى السعر 400. عند السعر 400 كم يشتري سعيد؟ 3. وعند السعر 400 كم تشتري هند؟ 5. وعند السعر 400 كم يشتري جاسم؟ 6. إذا بنجمع الكميات اللي بيشتروها عند السعر 400 3 زائد 5 زائد 6 بطلع الجواب 14. إذا المجموع الكميات التي يشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 400 14 وحدة، ومجموع الكميات التي يشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 300 18. إذا نوصل بين النقطتين نحصل على منحنى طلب السوق. إذا ما هو منحنى طلب السوق؟ هو عبارة عن تجميع أفقي لمحيات طلب سعيد وهند وجاسم. يعني نجمع الكميات التي يشتريها سعيد زائد الكميات التي تشتريها هند زائد الكميات التي يشتريها جاسم، نجمع تجميع أفقي فنحصل على منحنى طلب السوق. يعني D1 زائد D2 زائد D3 يعطينا منحنى طلب السوق. إذا ما هو تعريف منحنى طلب السوق؟ هو تجميع أفقي لمنحنيات طلب الأفراد عند كل سعر من أسعار السلعة. ننتقل الآن إلى سلوك المنتج أو ما يسمى بنظرية الإنتاج. ما هو تعريف الإنتاج؟ ما هو تعريف الإنتاج؟ هو عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج اللي هي عناصر الإنتاج الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. بدنا نحول عناصر الإنتاج هذه إلى سلع وخدمات يكون المستهلك مستعدا لدفع ثمن لها. وأيضا الإنتاج له اسم آخر ممكن نسميه مخرجات. طب ما هي عناصر الإنتاج؟ عناصر الإنتاج يمكن أن نسميها أيضا مدخلات الإنتاج أو الموارد الاقتصادية. إذا ما هو تعريف عناصر الإنتاج؟ هي مجموعة العوامل التي تتضافر فيما بينها للإسهام في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية. وأيضا تسمى كما ذكرنا الموارد الاقتصادية التي تجعل من إنتاج السلعة أو الخدمة أمرا ممكنا. وبدون عناصر الإنتاج يستحيل القيام بالإنتاج. يعني بدون أرض وبدون رأس مال وبدون عمل وبدون تنظيم لا نستطيع أن ننتج. إذا بدون وجود عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم لا نستطيع القيام بعملية الإنتاج. فحتى ننتج لابد أن يكون لدينا أرض وعمل ورأس مال وتنظيم. إذا ما هي عناصر الإنتاج الأساسية أو الموارد الاقتصادية الأساسية؟ هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. نبدأ بالعنصر الأول وهو الأرض. والأرض أيضا نسميها الموارد الطبيعية Natural Resources. طب ما هو تعريف الأرض أو الموارد الطبيعية؟ تشمل كل ما هو موجود على سطح الأرض، يعني فوق الأرض أو في باطن الأرض تحت الأرض، والذي يمكن استخدامه في الإنتاج. إذا ما هو تعريف الموارد الطبيعية؟ كل ما هو موجود على سطح الأرض فوق الأرض أو في باطن الأرض تحت الأرض والذي يمكن استخدامه في عملية الإنتاج. فعلى سبيل المثال البترول موجود في باطن الأرض فهو مورد طبيعي، الموية موجودة في باطن الأرض فهي مورد طبيعي، الأشجار والحيوانات موجودة على سطح الأرض معناه مورد طبيعي. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو العمل ويسمى ليبر. ما هو تعريف العمل؟ هو ذلك المجهود البدني والذهني الذي يقوم به الإنسان لغرض إنتاج السلع والخدمات. سواء يعني كان العمل بدني أو عمل ذهني،
فمثلا على سبيل المثال عامل المقاولات يقوم بمجهود بدني أو جسمي، بينما الأستاذ في المدرسة أو الأستاذ في الجامعة يقوم بمجهود عقلي أو ذهني. فبالتالي العمل هو أي مجهود سواء بدني أو ذهني يقوم به الإنسان حتى ينتج السلع والخدمات. ويعتبر العمل عنصر ضروري، العمل عنصر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه مهما تطور رأس المال، يعني مهما تطورت التكنولوجيا ومهما استخدمنا الآلات والمعدات لا نستطيع أن نستغني عن عنصر العمل. لماذا؟ لأن حتى لو استخدمنا الآلات والمعدات من سيقوم بتشغيل الآلات والمعدات؟ لابد أن يكون عمال يقوموا بتشغيل الآلات والمعدات. طب إذا تعطلت الآلات والمعدات لابد من وجود عمال يقوموا بإصلاحها وصيانتها، إذا لا نستطيع أن نستغني عن العمال حتى لو استخدمنا الآلات والمعدات. ننتقل الآن إلى العنصر الثالث وهو رأس المال، ويسمى باللغة الإنجليزية كابيتال. ما هو تعريف رأس المال؟ الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج. يعني الرأس المال هو موارد أنتجها الإنسان. من أنتج الموارد؟ الإنسان. الموارد رأس المال يعني الموارد الرأسمالية أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج. وخير مثال على رأس المال الآلات والمعدات. عندما نذكر رأس المال خير مثال على رأس المال هو الآلات والمعدات. ننتقل إلى العنصر الرابع، التنظيم أو المنظم. التنظيم أو المنظم هو عنصر بشري، يعني فرد أو مجموعة من الأفراد. التنظيم أو المنظم هو عنصر بشري يقوم باختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المنشأة. فالمنظم هو الذي يقوم بعملية الخلط والمزج بين عناصر الإنتاج ويتحمل المخاطرة المترتبة على اتخاذ القرارات التي تخص المنشأة. يعني المنظم هو المسؤول، زي ما نقول مثلا مدير المصنع أو مدير المنشأة، هو الذي يقرر قديش نستخدم عمال، كم نستخدم أرض، كم نستخدم رأس مال، وبالتالي هو المسؤول عن اتخاذ القرارات، ولذلك هو الذي يتحمل المخاطرة. فإذا نجح المشروع يعزى نجاحه إلى المنظم، وإذا فشل المشروع يعزى فشله إلى المنظم. إذن المنظم هو المسؤول الذي يقوم بالمزج بين عناصر الإنتاج، وهو الذي يتحمل المخاطرة لأنه هو الذي يتخذ قرارات المتعلقة بالمنشأة. ما هي افتراضات نظرية الإنتاج في الأجل القصير؟ احنا في السابق عرفنا الأجل القصير، لكن ممكن أن نعرفه مرة أخرى. الأجل القصير هو الفترة الزمنية التي لا تستطيع فيها المنشأة تغيير حجم المشروع، أو الزمن الذي توجد فيه عناصر إنتاج ثابتة. يعني في الأجل القصير دائما نفترض الأرض ورأس المال ثابت والعمل يتغير، وهذا التعريف ذكرناه في السابق. قلنا دائما في الأجل القصير يكون عندنا الأرض ورأس المال ثابت والعمل يتغير، بينما في الأجل الطويل تكون جميع عناصر الإنتاج متغيرة. يعني الأرض ورأس المال والعمل في الأجل الطويل جميعهم متغيرات، بينما في الأجل القصير بيكون عندنا الأرض ورأس المال ثابت والعمل متغير. الافتراض الأول هو محدودية عناصر الإنتاج باستثناء عنصر العمل. زي ما ذكرنا يعني بيكون عندنا الأرض ورأس المال ثابت لا يتغير، وعدد العمال هو الذي يتغير في الأجل القصير. إذن جميع عناصر الإنتاج في الأجل القصير تكون ثابتة ما عدا عنصر العمل يكون متغير. الافتراض الثاني أن عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج تكون متجانسة، وهذا في الواقع افتراض غير واقعي، لأن عناصر الإنتاج قد تكون غير متجانسة. فعلى سبيل المثال الأرض، الأرض ليس شرطا أن تكون متجانسة، فالأرض نجد فيها جبال ووديان وسهول، ونجد أرض خصبة وأرض غير خصبة، وأرض صخرية وأرض طينية، فبالتالي ليس شرطا أن تكون الأرض متجانسة. كذلك العمال ليس شرطا أن يكون متجانسين، فنجد العامل القوي
لجسم قوي والعامل الضعيف والعامل المتوسط القوة. فبالتالي عناصر الإنتاج في الواقع ليست متجانسة. طب لماذا افترضناها متجانسة؟ هذا افتراض غير واقعي، لكن افترضناه بهدف تسهيل عملية التحليل، بهدف عملية التبسيط وتسهيل عملية التحليل بغية الوصول إلى استنتاجات حول العلاقة بين عناصر الإنتاج وحجم الإنتاج. الافتراض الثالث، نفترض أن التقنية أو الأسلوب الإنتاجي المستخدم ثابت، يعني نفترض التكنولوجيا ثابتة في الأجل القصير، يعني بالتالي العلاقة بين عناصر الإنتاج تكون ثابتة. الافتراض الرابع، نفترض غياب أثر العوامل الطارئة التي تؤثر على الإنتاج، يعني نفترض أن الإنتاج يتم في ظروف طبيعية وعادية، وبالتالي لا يوجد ظروف طارئة. مثل ماذا الظروف الطارئة؟ يعني نفترض عدم وجود فيضانات، وعدم وجود آفات زراعية، وعدم وجود إضرابات أو سياسات حكومية. يعني نفترض أن الإنتاج يتم في ظروف طبيعية وعادية، ولا يوجد ظروف طارئة كالفيضانات والأمراض والآفات الزراعية والإضرابات وغير ذلك. ننتقل الآن إلى قانون تناقص الغلة، أو يسمى قانون تناقص الإنتاجية الحدية. على ماذا ينص هذا القانون؟ ينص إذا كان عندنا عنصرين من عناصر الإنتاج، أحدهما ثابت والآخر متغير، يعني نفترض أنه عندنا الأرض ورأس المال، فبيكون أحدهما ثابت والآخر متغير. آسف، نفترض أنه عندنا الأرض مثلا والعمل، نفترض أن الأرض والعمل، أو أن رأس المال والعمل، نفترض أن أحدهما ثابت والآخر متغير. وعادة زي ما ذكرنا سابقا أنه الذي يكون ثابت هو الأرض أو رأس المال، بينما العمل هو الذي يتغير. إذن على ماذا ينص قانون تناقص الغلة؟ ينص على أنه إذا كان عندنا عنصرين من عناصر الإنتاج، أحدهما ثابت زي الأرض ورأس المال، والآخر متغير زي العمل، فإن زيادة العنصر المتغير، مين هو العنصر المتغير؟ عدد العمال. يعني إذا زدنا عدد العمال بوحدات متتالية، يؤدي ذلك بعد حد معين إلى تناقص في الإنتاج الحدي. يعني العنصر المتغير المضاف يساهم في زيادة الإنتاج بمقدار أقل ممن سبقه. رح نوضحها كمان شوي في مسألة حسابية. يعني العامل الإضافي اللي بنضيفه يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار أقل من العامل الذي سبقه. طيب نأتي الآن إلى عندنا ثلاث أنواع من الإنتاج. رح نوضح قانون تناقص الغلة عندما نأخذ مسألة حسابية. عندنا ثلاث أنواع من الإنتاج. في عندنا الإنتاج الكلي أو الناتج بنسميه، إما بنسميه الإنتاج أو الناتج الكلي، ويرمز له بالرمز Q. ما هو تعريف الإنتاج الكلي؟ هو إجمالي الكميات التي تنتج باستخدام كمية معينة من عناصر الإنتاج وفي ظل مستوى تقنية معين. في عندنا النوع الثاني من الإنتاج، هو الإنتاج أو الناتج الحدي للعمل، ويرمز له بالرمز MBL Marginal Product of Labor MBL. طب ما هو تعريف الإنتاج الحدي؟ هو مقدار ما يضيفه العامل الأخير للإنتاج، يعني العامل الإضافي، العامل اللي بنضيفه ماذا يسهم في زيادة الإنتاج. إذن هو مقدار ما يضيفه العامل الإضافي الأخير للإنتاج، أو مقدار التغير في الإنتاج الكلي نتيجة لتغير عدد العمال بمقدار وحدة واحدة. إذن ما هو تعريف الإنتاج الحدي؟ هو مقدار ما يضيفه العامل الإضافي للإنتاج، أو مقدار التغير في الإنتاج الكلي نتيجة تغير عدد الوحدات المستخدمة من العمل، يعني عدد العمال، بمقدار وحدة واحدة. كيف نحسب الإنتاج الحدي للعمل؟ باستخدام هذا القانون. الإنتاج الحدي للعمل يساوي التغير في الإنتاج الكلي تقسيم التغير في عدد الوحدات المستخدمة من عنصر العمل. يعني ممكن نختصر هذا الكلام اللي موجود في المقام، نقول التغير في عدد العمال.
إذا بدنا نكتب القانون بشكل رموز MBL يساوي دلتا كيو على دلتا L. كيو يعني الإنتاج الكلي والL يعني عدد العمال، والدلتا المثلث الصغير هذا يعني التغير. فدلتا كيو شو يعني دلتا كيو؟ يعني كيو 2 ناقص كيو 1، ودلتا L يعني L 2 ناقص L 1. ننتقل الآن إلى الإنتاج أو الناتج المتوسط للعمل ويرمز له بالرمز ABL Average Product of Labor. ما هو تعريفه؟ هو مقدار متوسط ما ينتجه العنصر الإنتاجي الواحد، يعني متوسط ما ينتجه العامل الواحد، وهو عبارة كيفية حسابه عبارة عن الناتج الكلي تقسيم عدد الوحدات المستخدمة من العمل، يعني الناتج الكلي تقسيم عدد العمال. إذا كيفية حساب الناتج المتوسط للعمل هو عبارة عن الإنتاج الكلي تقسيم عدد العمال، يعني الوحدات المستخدمة من عنصر العمل. إذا بدنا نكتب القانون بالرموز بنقول ABL يساوي Q على L. Q يعني الإنتاج الكلي تقسيم L عدد العمال. الآن رح نأخذ مسألة حسابية على هذه القوانين، على كيفية حساب الإنتاج الحدي للعمل والإنتاج المتوسط للعمل. المطلوب في المسألة الحسابية هي إكمال الفراغات في الجدول، والفراغات في الجدول هي الأرقام اللي موجود تحتها خط ولونها أحمر. إذا ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول المطلوب تعبئتها هي اللي موجود تحتها خط، الأرقام اللي موجود تحتها خط ولونها أحمر. إذا أين موجودة الفراغات؟ موجودة في العمود الأول الأرض، وفي العمود قبل الأخير اللي هو الإنتاج الحدي، وفي العمود الأخير. إذا وين موجودة الفراغات المطلوب تعبئتها؟ موجودة في العمود الأول الأرض، موجودة في العمود الرابع الإنتاج الحدي، وموجودة بالعمود الخامس الإنتاج المتوسط. نبدأ في تعبئة الفراغ في العمود الأول. لاحظوا هنا، ركزوا معي، في العمود الأول معطينا رقم 2 اللي هو لونه أسود، معطى الرقم 2 اللي لونه أسود هذا معطى بالجدول. وإحنا ذكرنا دائما في الأجل القصير، قاعدة في الأجل القصير يكون الأرض ثابت ورأس المال ثابت. إذا دائما هذه قاعدة، في الأجل القصير يكون الأرض ثابتة، عنصر الأرض ثابت وعنصر رأس المال ثابت. إذا العمود الأول هو عمود الأرض، وإحنا قلنا دائما في الأجل القصير يكون ثابت. إذا هو معطينا الرقم 2 هنا بالأسود، معناه كل العمود نفس الرقم، كل العمود نفس الرقم. لماذا كل العمود نفس الرقم؟ لأن الأرض في الأجل القصير دائما تكون ثابتة. ننتقل الآن إلى العمود الرابع. كيف نجد العمود الرابع الإنتاج الحدي؟ نطبق قانون الناتج الحدي الموجود على يسار الشريحة. MBL تساوي دلتا Q على دلتا L، ويساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. هذا إذا نذهب إلى عمود Q، العمود رقم 3، إلى عمود Q، العمود رقم 3، فنطرح الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى، ثم نذهب إلى عمود ال L العمود الثاني، نطرح عدد العمال الثاني من عدد العمال الأول. ونلاحظ في العمود عدد العمال أن دائما الفرق واحد، صح؟ نلاحظ في عمود عدد العمال العمود الثاني دائما الفرق واحد، يعني 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 2 2، 4 ناقص 3 3. إذا دائما الفرق في عمود عدد العمال واحد، يعني المقام L2 ناقص L1 دائما يكون واحد، وبالتالي ما له تأثير. يعني أي شيء بنقسمه على واحد بيظل نفسه، يعني لو قلنا 10 تقسيم واحد 10، 50 تقسيم واحد 50، معناه ممكن نكتفي نقول Q2 ناقص Q1، بس بشرط أن يكون الفرق في عدد العمال واحد. إذا هنا كيف نعمل؟ دائما زي ما ذكرنا بالمنفعة، عند في السطر الأول، في السطر الأول دائما عندما يكون عدد العمال واحد يكون الإنتاج الكلي والإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط نفس الرقم،
متى يكون هذا الكلام؟ فقط بالسطر الأول، عندما يكون عدد العمال واحد، عندما يكون عدد العمال واحد في السطر الأول بيكون الإنتاج الكلي والإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط نفس الرقم. فإذا أعطانا الإنتاج الكلي 50، معنى ذلك أن الإنتاج الحدي 50 والإنتاج المتوسط 50. ننتقل الآن إلى الرقم 70. كيف وجدنا الرقم 70؟ نذهب إلى عمود الرقم 3 اللي هو عمود الكيو، نطرح الرقم الثاني من الرقم الأول، 120 ناقص 50 70. قلنا البسط المقام ليس له تأثير لأنه دائما الفرق واحد، يعني لو قلنا 120 ناقص 50 70، تقسيم 2 ناقص 1 1، 70 على 1 70، فمعناه المقام ليس له تأثير لأنه الفرق دائما في عدد العمال واحد. معناه ممكن نكتفي نقول Q2 ناقص Q1. إذن 120 ناقص 50 70، 180 ناقص 120 60، 220 ناقص 180 40، 250 ناقص 220 30، 270 ناقص 250 20، 280 ناقص 270 10. اللي بعديها كيف طلع الجواب؟ صفر. كيف طلع الجواب؟ صفر. 280 ناقص 280 صفر. آخر واحدة ليش طلع الجواب سالب 10؟ لأنه 270 ناقص 280 بطلع الجواب سالب 10. ننتقل إلى العمود الأخير، كيف وجدنا الإنتاج المتوسط؟ عن طريق قسمة الكيو على الإل. هيو هاي قانون موجود على اليسار، ABL يساوي كيو على إل، يعني الإنتاج الكلي تقسيم عدد العمال. يعني ماذا إذا ذهبنا إلى الجدول؟ الكيو هي العمود رقم 3 صح؟ الكيو هي العمود رقم 3 والإل هي العمود رقم 2، وكأننا نقسم العمود رقم 3 على العمود رقم 2 حتى نحصل على العمود الأخير. إذا 50 تقسيم 1 50، 120 تقسيم 2 60، 180 تقسيم 3 60، 220 تقسيم 4 55. يعني نعوض بالقانون كيو على ال، كيو على ال، 250 تقسيم 5 50، 270 تقسيم 6 45، 280 تقسيم 7 40، 280 تقسيم 8 35، 270 تقسيم 9 30. إذا نعوض تعويض مباشر في هذه القوانين. ننتقل الآن إلى، عندنا ثلاث حالات للغلة، هناك عندنا في الأجل القصير ثلاث حالات للغلة، في عندنا تزايد الغلة وتناقص الغلة والغلة السالبة. ما هو المقصود بالغلة؟ الغلة يعني الإنتاج الحدي، الغلة يعني الإنتاج الحدي اللي أخذناه بالسابق، اللي هذا هو الإنتاج الحدي. الإنتاج الحدي كيف نوجد الإنتاج الحدي؟ قلنا نطرح الإنتاج الكلي الثاني ناقص الإنتاج الكلي الأول، يعني 120 ناقص 50 70. إذا ما هو المقصود بالغلة؟ المقصود بالغلة الإنتاج الحدي. إذا نذهب الآن، إن قلنا عندنا ثلاث حالات للغلة، في عندنا تزايد الغلة يعني تزايد الإنتاج الحدي، في عندنا تناقص الغلة يعني تناقص الإنتاج الحدي، وفي عندنا الغلة السالبة يعني يكون الإنتاج الحدي سالب. ما هو المقصود بتزايد الغلة؟ المقصود بتزايد الغلة يعني الإنتاج الكلي يتزايد بمعدل متزايد. يعني ماذا نقصد الإنتاج الكلي يتزايد بمعدل متزايد؟ يعني العامل الإضافي يعطينا إنتاج أكثر من العامل الذي قبله اللي سبقه. إذا ماذا نقصد بتزايد الإنتاج بمعدل متزايد؟ المقصود به أن العامل الإضافي أو المضاف يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار أكبر من الذي سبقه. خلينا نوضحها بالجدول. لاحظوا هنا العامل الأول أعطانا، العامل الأول أعطانا إنتاج 50، العامل الثاني صار الإنتاج الكلي 120، معناه العامل الثاني كم أعطانا إنتاج؟ 70. العامل الأول أعطانا إنتاج 50،
العامل الثاني أعطانا إنتاج 70، معناه مين أعطانا إنتاج أكثر؟ يعني العامل الإضافي الثاني أعطانا إنتاج أكبر من العامل الأول، فهذا بنسميه تزايد الغلة. إذا عندما يعطينا العامل الإضافي إنتاج أعلى من الذي سبقه بنسميه تزايد الغلة. إذا العامل الإضافي يعطينا إنتاج أكبر ممن سبقه، من العامل الذي سبقه. لماذا؟ لأننا لم نصل بعد، لأن الأرض ما زالت لم تستخدم الاستخدام الأمثل، لأن الأرض لم تصل بعد إلى الاستخدام الأمثل. فإذا زدنا عدد العمال هذا يؤدي إلى تخصص وتقسيم العمل بين العمال، يؤدي إلى تخصص العمل وتقسيم العمل بين العمال، وهذا بالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإلى الاستغلال الأمثل والجيد للموارد الاقتصادية اللي هو مورد الأرض في هذه الحالة. تناقص الغلة، ما المقصود بتناقص الغلة؟ يعني الإنتاج الكلي يزيد بس بمعدل أقل من الذي سبقه. لاحظ التزايد الغلة بمقدار أكبر من الذي سبقه، بينما تناقص الغلة بمقدار أقل ممن سبقه. خلينا نوضحه في الجدول، ما معنى تناقص الغلة؟ لاحظوا ننتقل الآن، العامل الثاني أعطانا إنتاج 70، العامل الثالث أعطانا إنتاج 60. معناه ماذا نلاحظ؟ أن العامل الإضافي الثالث أعطانا إنتاج أقل من العامل الذي سبقه، هذا بنسميه تناقص الغلة. عندما يعطينا العامل الإضافي إنتاج أقل من اللي سبقه بنسميه تناقص الغلة. طب عندما يعطينا إنتاج أكثر من اللي سبقه بنسميه تزايد الغلة. وسبب تناقص الغلة هو تزاحم العنصر المتغير اللي هو العمال على العنصر الثابت وهو الأرض. ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي الغلة السالبة. المقصود بالغلة السالبة أن الإنتاج الكلي يتناقص، وبالتالي يصبح الإنتاج الحدي سالب. يعني العامل الإضافي يسبب تناقص الإنتاج، وبالتالي يصبح الإنتاج الحدي بالسالب. خلينا نوضحها في الجدول. هنا لاحظوا الإنتاج الحدي أصبح سالب. إذا هذه المرحلة بنسميها الغلة السالبة. متى نسميها بالغلة السالبة؟ عندما يصبح الإنتاج الحدي سالب عند العامل رقم 9. لاحظوا عند العامل رقم 9 بقى، العامل رقم 9 أدى إلى أن الإنتاج الكلي يتناقص، وبالتالي أصبح الإنتاج الحدي سالب. إذا هذه المرحلة عندما يصبح الإنتاج الحدي سالب بنسميها الغلة السالبة، أي أن الإنتاج الكلي يتناقص ويصبح الإنتاج الحدي سالب، لأن العامل الإضافي يسبب زيادة، يسبب تناقص الإنتاج بدلا من زيادة الإنتاج. عندنا ثلاث مراحل للإنتاج، الإنتاج عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الإنتاج الأولى. طب ما هي خصائص هاي المرحلة الأولى؟ نلاحظها من خلال الرسم الموجود على يسار الشريحة. الرسم اللي موجودة بالأعلى، الرسم اللي موجودة بالأعلى بنسميها رسمة الإنتاج الكلي، والرسم الموجود بالأسفل لاحظوا في عنا منحنيين. المنحنى الذي ينزل حتى يصبح سالب بنسميه الإنتاج الحدي MBL، والمنحنى الآخر هذا بنسميه الإنتاج المتوسط. المنحنى اللي موجود عليه السهم هذا بنسميه الإنتاج المتوسط، والمنحنى الذي يتناقص إلى أن يصبح سالب بنسميه الإنتاج الحدي. الآن ما هي خصائص المرحلة الأولى؟ نستطيع أن نشرحها من الرسم. لاحظوا النقطة الأولى، يتزايد الإنتاج المتوسط اللي هو الإنتاج المتوسط، هذا هو يتزايد إلى أن يصل إلى أعلى نقطة له في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من وين تبدأ؟ من عند الصفر ولغاية 3، من عند الصفر ولغاية عدد العمال 3، هاي موضحينها. المرحلة الأولى تبدأ من الصفر إلى رقم 3، إلى عدد العمال رقم 3، والمرحلة الثانية من عند عدد العمال 3 إلى عدد العمال 8، والمرحلة الثالثة بعد العامل الثامن. طيب نبدأ في المرحلة الأولى اللي هي
من عند عدد العمال صفر إلى عدد العمال ثلاث. ما هي خصائص هذه المرحلة؟ نلاحظ أن الإنتاج المتوسط للعمل يتزايد إلى أن يصل إلى أعلى نقطة له. أيضا نلاحظ أن الإنتاج الحدي يكون أعلى من الإنتاج المتوسط. لاحظوا هذا الإنتاج الحدي يكون أعلى من الإنتاج المتوسط في المرحلة الأولى. طب متى تنتهي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى تنتهي عندما يتقاطع هنا الإنتاج المتوسط مع الإنتاج الحدي. ونلاحظ عندما يتقاطع الإنتاج المتوسط والإنتاج الحدي يكون الإنتاج المتوسط عند أعلى مستوى له. ننتقل الآن إلى مرحلة الإنتاج الثانية التي تبدأ من عند العامل ثلاث وتنتهي عند العامل رقم ثمانية. ما هي أهم خصائص هذه المرحلة الثانية؟ في المرحلة الثانية نلاحظ أن الإنتاج المتوسط يتناقص. في المرحلة الثانية نلاحظ أن الإنتاج المتوسط يتناقص ويكون أقل من الإنتاج الحدي. يعني يصبح الإنتاج، إذا نلاحظ في المرحلة الثانية أن الإنتاج المتوسط يتناقص ويصبح الإنتاج الحدي أقل من الإنتاج المتوسط. متى تنتهي المرحلة الثانية؟ عندما يصبح الإنتاج الحدي صفر. كل هذا الكلام اللي بتحدث فيه موجود هنا بشكل نقاط. إذا متى تنتهي المرحلة الثانية؟ عندما يصبح الإنتاج الحدي صفر. هذه المرحلة الثانية هي المرحلة المهمة في الإنتاج. المرحلة الثانية تعتبر المرحلة المهمة في الإنتاج، والتي سيكون الإنتاج الفعلي داخل هذه المرحلة فقط. يعني المنتج إذا كان رشيدا ينبغي أن ينتج داخل المرحلة الثانية. لماذا؟ لأنه في المرحلة الثالثة يصبح الإنتاج الحدي سالب، يعني في خسائر، وفي المرحلة الأولى يكون الإنتاج يتزايد فنستمر، بينما في المرحلة الثانية هي أفضل مرحلة للإنتاج وتسمى المرحلة المهمة أو المرحلة الاقتصادية أو المرحلة الإنتاجية التي سيكون الإنتاج الفعلي داخلها. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تكون بعد العامل رقم ثمانية. المرحلة الثالثة تكون بعد العامل رقم ثمانية. طب ما هي خصائصها؟ نلاحظ أن الإنتاج الحدي أصبح سالب في المرحلة الثالثة. الإنتاج الحدي في المرحلة الثالثة أصبح بالسالب، يعني العامل الإضافي يؤدي إلى نقصان الإنتاج الكلي وليس زيادته. منطقيا في المرحلة الثالثة لا يمكن أن تدخل المنشأة في مرحلة الإنتاج الثالثة. لا يمكن أن تدخل المنشأة في مرحلة الإنتاج الثالثة، لأن إذا بنوظف أي عامل إضافي وندفع له أجر يتسبب في نقصان الإنتاج الكلي بدل من زيادته، فبالتالي ليس من المنطق أن ندخل في مرحلة الإنتاج الثالثة. لماذا؟ لأنه إذا وظفنا عامل إضافي ونعطيه أجر وراتب بدل ما يزيد لنا الإنتاج راح يؤدي إلى نقصان الإنتاج. طب نعمل مقارنة، معلش دخلنا دقيقتين أو ثلاث، نعمل مقارنة بين الإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط. يعني نعمل مقارنة بين هذين المنحنيين. هذا المنحنى اللي موجود عليه السهم بنسميه الإنتاج المتوسط، والحمود والمنحنى الآخر اللي هو يصبح سالب بنسميه الإنتاج الحدي. نعمل مقارنة بين هذول المنحنيين. لاحظوا عندما يتزايد الإنتاج المتوسط لابد أن يكون الإنتاج الحدي أقل منه، هذا شرط. عندما يتزايد الإنتاج المتوسط لابد أن يكون الإنتاج الحدي أقل منه. هاي نقطة ألف. ننتقل إلى النقطة باء. عندما يبدأ الإنتاج الحدي في التناقص من عند العامل الرقم 2، عندما يبدأ الإنتاج الحدي في التناقص يكون الإنتاج المتوسط لا زال يكون متزايد.
يعني من يبدأ بالتناقص بالأول؟ لاحظوا الإنتاج الحدي يبدأ بالتناقص عند العامل 2، بينما الإنتاج المتوسط يبدأ بالتناقص عند العامل 3. إذا من يبدأ بالتناقص أول؟ دائما الإنتاج الحدي يبدأ بالتناقص قبل الإنتاج المتوسط. ننتقل إلى النقطة جيم. عندما يبلغ الإنتاج المتوسط أعلى شيء عند العامل الثالث، لابد أن يتقاطع أو يتساوى مع الإنتاج الحدي. دائما عندما يصل الإنتاج المتوسط أقصى قيمة له، لابد أن يتقاطع أو يتساوى مع الإنتاج الحدي. إذن عندما يتقاطع أو يتساوى الإنتاج الحدي مع الإنتاج المتوسط، لابد أن يكون الإنتاج المتوسط عند أقصى مستوى له. لاحظ الآن النقطة رقم دال. عندما يكون الإنتاج المتوسط متناقصا، يعني عندما يتناقص الإنتاج المتوسط، فلا بد أن يكون الإنتاج الحدي أقل منه. عندما يتناقص الإنتاج المتوسط هنا، لابد أن يكون الإنتاج الحدي أقل منه. الآن نعمل مقارنة بين الإنتاج الحدي والإنتاج الكلي، يعني نعمل مقارنة بين المنحنى اللي موجود في الأعلى، نعمل مقارنة بين المنحنى الموجود في الأعلى والمنحنى الإنتاج الحدي. نبدأ بالنقطة الألف. إذا كان الإنتاج الحدي موجبا لغاية هنا، لغاية العام الرقم 8، يبقى الإنتاج الحدي موجب. معنى ذلك أن الإنتاج المتوسط، الإنتاج الكلي يتزايد. إذن عندما يكون الإنتاج الحدي موجب لغاية العام 8، نلاحظ أن الإنتاج الكلي لابد أن يتزايد. ننتقل إلى النقطة باء. إذا كان الإنتاج الحدي يتزايد، إذا كان الإنتاج الحدي يتزايد، فإن الإنتاج الكلي يتزايد بمعدل متزايد. وإحنا ذكرنا شو معنى معدل متزايد، يعني العامل الإضافي يعطي إنتاج أكبر من العامل الذي سبقه. النقطة جيم. إذا كان الإنتاج الحدي يتناقص، هنا بدأ الإنتاج الحدي يتناقص. إذا كان الإنتاج الحدي يتناقص ولكنه موجب، يعني ما أصبح سالب، فإن الإنتاج الكلي يتناقص بمعدل متناقص. وإحنا ذكرنا شو معنى معدل متناقص، يعني العامل الإضافي يعطينا إنتاج أقل ممن سبقه. ننتقل الآن إلى النقطة دال. إذا كان الإنتاج الحدي صفر، هاي هنا الإنتاج الحدي صفر. عندما يكون الإنتاج الحدي صفر، فإن الإنتاج الكلي يكون عند أعلى مستوى له. إذا كان الإنتاج الحدي صفر، لابد أن يكون الإنتاج الكلي عند أعلى مستوى له. ننتقل إلى النقطة ها. إذا كان الإنتاج الحدي سالب، هنا الإنتاج الحدي سالب، إذا كان الإنتاج الحدي سالب، فلابد أن يكون الإنتاج الكلي متناقص. إذا عندما يكون الإنتاج الحدي سالب، فإن الإنتاج الكلي لابد أن يتناقص. هذه العلاقات يجب أن نحفظها، العلاقات اللي ذكرناها الآن يجب أن نحفظها، وهي شرح لما هو موجود في الرسم البياني. الآن نأخذ مثال حسابي بدون جدول. إذا زاد عدد العمال من 6 إلى 7 عمال، وزاد الإنتاج الكلي من 108 إلى 112 طن، احسب الناتج الحدي للعامل السابق. إذا المطلوب حساب الناتج الحدي، إذا نطبق قانون المطلوب حسابه اللي هو الناتج الحدي، ام بي ال يساوي دلتا كيو على دلتا ال، ويساوي كيو 2 ناقص كيو 1 على ال 2 ناقص ال 1. كيو 2 112 مطاب السؤال، وكيو 1 108، معناه 112 ناقص 108 تقسيم العامل السابع ناقص العامل السادس، ويساوي 4 على 1 ويساوي 4. مثال رقم 3. إذا كان عدد العمال المستخدمين 4 عمال والناتج الكلي 60 طن، احسب الناتج المتوسط. إذا المطلوب حساب من؟ المطلوب حساب الناتج المتوسط، معناه نطبق قانون المطلوب حسابه وهو الناتج المتوسط. ABL يساوي Q على L. Q موجودة 60 في السؤال، Q 60 تقسيم عدد العمال 4، 60 على 4 ويساوي 15 طن. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله بعد 40 دقيقة من الآن في اللقاء
الحي العاشر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.